شخص وهذا الوالد محمود عن ابوه صار له اسبوع. انا الوالد صار له اسبوع من انفقد، لا ندري مصيرهم شنو، لا ندري على شنو تنظوهم. ناس طلع على باب الله صياده ما طلعنا على شيء ثاني هم. من يعني لزموهم السلطات الكويتيه ولحد الان ما ندري مصيرهم شنو. الدورية الكويتية شغلتنا وسحبتنا الجانب الكويتي ومارسوا أنواع التعذيب والشتم والسب. أنا وياي 16 نفر فتشونا، لا عندنا مخدرات لا عندنا شيء ممنوع، على الله وعلى هالسمشات هاي.